طيب دلوقتي مشاهدينا الساعة 8 صباحا، وده ميعادنا مع موجز لأهم الأنباء مع لميا. اتفضلي يا لميا. شكرا لك أحمد. 8 صباحا بتوقيت القاهرة، 6 بتوقيت جرينتش، موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس لمتابعة مشروعات ونشاط هيئة قناة السويس. وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أنه تم خلال الاجتماع التأكيد على أن حفر قناة السويس الجديدة والتطوير المستمر للقناة ورفع كفاءتها عزز من قدرات القناة كمحور عالمي للتجارة ودعم الاقتصاد الوطني للدولة، حيث حققت القناة أرقاما ومعدلات قياسية غير مسبوقة في تاريخها. وشهد الاجتماع عرض جهود هيئة قناة السويس لتوطين صناعة سفن ومراكب الصيد، حيث وجه الرئيس السيسي بتطوير تلك الجهود لإنتاج مراكب صيد تستخدم محليا لصالح الصيادين في البحيرات المصرية التي تم تطويرها مثل بحيرة المنزلة وغيرها، وذلك كبديل للقوارب الخشبية البدائية المستخدمة حاليا. قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن بلاده لا تمتلك أسلحة ودعما كافيا لتحقيق نصر استراتيجي على روسيا. وحذر الرئيس الأوكراني المجتمع الدولي من تداعيات ما يحدث في أوكرانيا، مشددا على أن الضرورة أن تقلق أوروبا من ضعف بلاده، وأضاف أن روسيا لن تكتفي بأوكرانيا فقط، لكنها ستستمر في التقدم نحو بولندا ودول البلطيق. قالت وزيرة التنمية الألمانية سيفينيا سوليتش إن بلادها ستقدم 200 مليون يورو إضافية لأوكرانيا لتمويل برامج مساعدة النازحين داخليا نتيجة العملية العسكرية الروسية. وأضافت سيلفانيا أنها ستتحدث مع رئيس الوزراء الأوكراني الذي يزور بلادها الاثنين حول الطريقة التي يمكننا بها مواصلة دعم الحكومة الأوكرانية في رعاية النازحين. وذكرت بيانات منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة أنه في 23 من أغسطس الماضي نزح نحو 7 ملايين شخص داخليا في أوكرانيا منذ بداية الأزمة. قال وزير الاقتصاد الإيطالي دانييلي فرانكو إن صافي تكاليف واردات الطاقة الإيطالية سيقترب من 100 مليار يورو هذا العام، مما يقضي على الصافي الفائض في المبادلات مع بقية دول العالم الذي سجلته البلاد في السنوات الأخيرة. وأضاف فرانكو أن إيطاليا اعتمدت هذا العام الماضي على الواردات في 75% من استهلاكها للطاقة، ويبلغ صافي تكلفة واردات الطاقة 43 مليار يورو. وذكر فرانكو أن الحكومة أنفقت 33 مليون يورو منذ بداية العام لتبديد أثر ارتفاع أسعار الطاقة على الاقتصاد، لافتا إلى أن هذه الاستراتيجية مكلفة جدا ولا يمكن أن تستمر إلى ما لا نهاية. These are also critical dimensions to build a solid and sustainable recovery. تظاهر الآلاف من المواطنين في التشيك في وسط العاصمة براغ للتنديد بالحكومة التي يتهمونها بصب اهتمامها على أوكرانيا أكثر من مواطنيها، وحملت التظاهرة شعار الجمهورية التشيكية أولا، وسلط المشاركون فيها الضوء على التضخم المتزايد تحت وطأة ارتفاع أسعار الطاقة واللقاحات المضادة لفيروس كورونا وأزمة المهاجرين، وطلب المتظاهرون الذين تجمعوا في براغ باستقالة الحكومة التي تولت مهامها في ديسمبر الماضي. لقي ما لا يقل عن 23 شخصا مصرعهم في الهند بسبب صواعق البرق التي ضربت شرق البلاد خلال الأيام الماضية. وذكر مسؤول إدارة مكافحة الكوارث في ولاية بيهار الواقعة شرق الهند أن ضحايا الصواعق كانوا من المزارعين والعمال في الولاية، وأنهم لقوا حتفهم أثناء العواصف التي ضربت الولاية خلال الفترة ما بين الأربعاء والجمعة. ورياضيا، حقق برشلونة فوزا ثمينا على مضيفه إشبيلية بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإسباني. وسجل ثلاثية البارسا كل من البرازيلي رافينيا والبولندي روبرت ليفاندوفسكي والإسباني إيريك غارسيا.
وبهذا الفوز رفع الفريق الكاتالوني رصيده إلى 10 نقاط محتلا المركز الثاني بجدول الدوري الإسباني، فيما توقف رصيد إشبيلية عند نقطة واحدة في المركز 17. انتهى موجز 8 وعودة لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل.